واقفين والصور اللي بيشوفوها دي كاميرات المحلات وقعت على الارض دب دب مش يسكت بقى مش طلقتين كفايه في البطن لا في الرجلين طب كفايه لكن هو معذبها عذاب شنيع وبشع ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه نصيحة لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم مهم جدا إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيده وأن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي كل فصولها متصورة من أول الزوج وهو نازل بالبندقية الآلي وهو ضابط متقاعد لغاية زوجته وهي ماشية رايحة مع أولادها النادي. الجريمة تمت في واضح النهار، الزوج مستني زوجته تحت بيتها شايل السلاح، حط السلاح في شنطة بتاعت الأسلحة الكلاشنكوف، استنى الزوجة أول ما نزلت راح فتح الشنطة طلع البندقية وزق العيال ودب دب. ايه يا عم احنا فين؟ احنا فين؟ احنا مش في شيكاغو، احنا مش في أمريكا، ده أمريكا ما بيحصلش فيها كده، ده الكيان المحتل الإسرائيلي ما بتحصلش فيه جرائم كده. الجريمة دي بطلها واحد اسمه عيسى. عيسى عنده 60 سنة، ضابط متقاعد، مراته اسمها منى الحمامصي او منى الحمصي. الجريمة دي تمت في لبنان في طرابلس في منطقة اسمها جبل محسن. عشان ابين لكم بس البشاعة ملهاش وطن في كل مكان. الجريمة دي تمت في لبنان طرابلس جبل اسمه جبل محسن، منطقة مشهورة جدا في طرابلس في لبنان. طيب ايه اللي خلى الزوج يعمل كده؟ الزوج ده عيسى اسمه عيسى سامية، متجوز من منى الحمصي. منى الحمصي دي ليها فيديوهات فعلا هي استريحت، معذبها دراعاتها جسمها شعرها كويها بالنار، بقالها اكتر من 3 سنين بتشكي عشان تتطلق مش عارفة تتطلق. من نعمة ربنا هنا عندنا في مصر قانون الخلع اللي ريح الستات كتير قوي من تحكمات الرجال. اللي عايز تتطلق العيشة مش بالعافية، العيشة والزوج اللي عارف ان مراته مش طايقاه ومش عايزاه تعيش معاه المفروض يكون عنده كرامة ويطلقها، لان العيشه مش بالاجبار. انت بتنام معاها ازاي؟ بتاكل من ايديها ازاي؟ بتشرب من ايديها ازاي؟ لما هي بتقول لك طلقني انت معيشها معاك بالعافيه ازاي؟ فقانون الخلع حل مشاكل كبيره جدا عندنا في مصر. اي زوجه تعبانه مع جوزها براحتها، خلاص عايزه تطلق تطلق، ما رضيش يطلقها وما عندوش كرامه وما عندوش رجوله تروح محكمه الاسره تخلعه. قانون الخلع في لبنان للاسف منى الحمص دي بقالها سنين عايزه تتطلق من جوزها ومش عارفه، رغم ان هي بينت المحاضر واثار الضرب والطب التقرير الطبيه قال لك ان هو معذبها عذاب شنيع وبشع في جسمها كله. لو بين لكم الصور الرجلين اليدين الظهر حتى العمود الفقري اللي خلفيه الرقبه، ايه ده؟ كان بيكوها بالنار. وعندها 3 أولاد، شاب عنده 15 سنة وبنتين، بنت 13 وبنت 9 سنين. يعني الزوج ده عيسى سامية ومراته منى الحمصي عندهم 3 أولاد، الشاب الكبير عنده 15 سنة والبنتين بنت عندها 13 سنة وتسع سنين. الزوجة حاولت بكل السبل بما فيها محاضر الشرطة واللجوء للقضاء اللبناني واللجوء لكل الناس والمعارف
كلهم فشلوا قدام إصرار عيسى إنه يعيش معاها بالضغط والترهيب والتعذيب. كانت بتروح عند الجيران وتروح عند أهلها وتروح عند كل الناس توري لهم جسمها. عندها 53 سنة، حياتها مع جوزها كلها فقرات عذاب وتعذيب، وللأسف مش قادرة تتطلق. آخر ما غلبت ولقت نفسها هتموت، خدت ولادها وراحت عند بيت أهلها في طرابلس في جبل اسمه جبل موسى، جبل محسن. قعدت هناك عند أبوها وأمها، خلاص مش عايز تطلقني، خلاص سيبني. الزوج ما يسكتش، لا، راح واخد سلاحه، وظبط متقاعد خد واخد سلاحه، هو بيقول بندق الصيد، بندقية الصيد هتشوفوها بالفيديو، معرفش نقدر نزيعه ولا لا. واستناها وهي نازلة رايحة النادي زي شهود العيال ما قالوا، ومعاها بنتها الصغيرة اللي عندها 9 سنين. خد البنت على جنب وراح شد الأجزاء، هي بتقول له بتعمل ايه بتعمل ايه، خبطتين ثلاثة على الأرض قدام الناس الساعة 1 الظهر، 1 الظهر في شارع والناس واقفين، والصور اللي بيشوفوها دي كاميرات المحلات. وقعت على الأرض دب دب، مش يسكت بقى، مش طلقتين كفاية في البطن، لا، في الرجلين، طب كفاية، لا، في الراس، طب كفاية. فضل يضرب فيها لغاية ما خلص مشط السلاح كله. بعد كده وقف على العربية، مسك السلاح وراح على عربيته عشان يركبها. طبعا طلقات الرصاص أهلها نزلوا جروا، هي طبعا صورتها هتشوفوها دلوقتي مرمية على الأرض، كل الناس خايفة بتطلع في الروح رحمة الله عليها. جروا مسكوه، طبعا مش هجيب المناظر، ضربوه ضرب موت، لكن للأسف ما ماتش. تم القبض على الزوج، بيقولوله ليه عملت كده، قال لك تبغى تتطلق، طب ما تتطلق، ما ربنا حل الزواج، وزي ما حل الزواج حل الطلاق. انت كنت كويس معاها، يقول لك انا طبعي شخصيتي كده، طب اتحملك ليه، انت كله ضرب وهنات، يقول لك الزوجة يجب عليها انها تصبر على زوجها، على ضربك، على تعذيبك، على اهانتك ليها. ايه الاولاد طبعا في حالة انهيار كامل. العيال بيقول كنا فرحانين لما سيبنا بيت بابا، بابا بيكرهنا جدا، بيعذبنا، بيضرب ماما، بيكهرب ماما، ما بنقدرش نتكلم، بنخاف منه. بابا كان بيربط ماما في السرير ويقعد يكهربها بالكهرباء، بابا كان بيسخن الحاجات اللي عنده في على النار ويجي يلسع ماما ويعذبها. ايه الراجل ده؟ في لبنان لازم القوانين تتغير، ما ينفعش نجبر ست انها تعيش مع راجل هي مش عايزاه، مش رغباه، مش رايداه. ودي النتيجة، خلي بالكم دي مش اول ضحية للتعنيف الاسري، دي ضحايا كتير وقعوا في لبنان بسبب اصرار الزوج ان مراته تعيش معاه بالترهيب والضرب والتعذيب. ربنا يرحم طبعا منى الحمصي، زي ما انتم شايفين زي القمر، عندها 53 سنة وماتت الساعة 1 الظهر في الشارع من زوج ظن نفسه ان هو فوق القانون، ضربها وقتلها. وللأسف القوانين في لبنان ما بتساعدش ان الزوج تاخد حقوقها، ولا ان القانون يقتص من هذا الشخص. غالبا كل النشطاء بيقولوا هياخد من 3 لـ6 سنين. ليه يا عم؟ ده اللي بيموت كلب بيسجن يا عم. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.